صدام حسين. القدام صدام حسين. يسقط العميل، يسقط العملاء، يسقط بوش. نحيا الأمة، نحيا الأمة. صيحوا عبد الله كاظم رويد. قعدوا. كافي الخزي والعار. كافي كافي يا رؤوف. كافي انت لا رؤوف ولا رحمن. لا رؤوف ولا رحمن انت. قعدوا. انت لا رحمن ولا رؤوف. قعدوا. بعيد عنك هاي الاسماء. قعدوا. قعدوا. وليطمئن المتهمون. وليطمئن المتهمون. استاذ وليطمئن المتهمون. هل يكمل؟ أعطيك مجال بعدين. أعطيك المجال بعدين يا استاذ. أعطيك المجال بعدين. اقعد. وليطمئن المتهمون انهم امانه وحقوقهم القانونيه والقضائيه مستانه. اقعد يا استاذ. اي عداله جبنا بالقوه يا رجل. والمحكمه تؤكد وبحزم سيتم تطبيق القانون بحق من يعرقل سير المحاكمة المحامي العراقي، وسيكون المناقشات عن طريق المحامي العراقي بعد أخذ الإذن من المحكمة. نطبق القانون. سيد رؤوف هذول يرهبوني، هذول يرهبوني. لا 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 اتركوا اتركوا اتركوا. اقعد مكانك، اقعد مكانك. استريح يا با استريح. هذه مو محكمة، هذه لعبة. محكمة قانونية، محكمة عراقية قانونية. لعبة. السيد رئيس المحكمة المحترم، تمثيلية أنه صار إعلان أنه راح تحيلونا إلى لجنة طبية. سراحنا سنة 1986، وفي صحراء السماوة تم سلب قضاء الدجيل حي الوحدة. أفاد بما يلي بعد أن عرفته بنفسي كوني قاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العليا، وأفاد بما يلي: في يوم الحادث المصادف 8/7 العفو في يوم الحادث المصادف 8/7 ألف أفراد العائلة عدا والدي كل من عدد. And the intelligence present for some time we were taken with the group to the jail security. سمحوا لنا بالدخول إلى المنطقة وذهبنا إلى دورنا، وفعلا ذهبت إلى داري، وفي المساء خرجت من داري. ما إلى خصوصية؟ نعم. ما إلى خصوصية؟ يعني هسه إذا تعرض رئيس الدولة لعملية اغتيال، نعم، ما تعتبر عملية ذات طبيعة خاصة؟ ليش تخليني أنا يعني أقرأ؟ واضح أمامك. لسقوط نظام صدام، حيث تبين أنهم قد أعدموا من قبل سلطات النظام السابق.